قلت على صفحتي الشخصية وبعدها في مصر النهاردة اني متفهم جدا الحقيقة الضغوط الاقتصادية اللي حصلت على الملياردير الامريكي الشهير ايلون ماسك، ومتفهم انه يرجع او يتراجع عن موقفه الحيادي من قضية او من المنع المحتوى الفلسطيني. لكن قلت على قناتي انه مش لدرجة الانبطاح وزيارة اسرائيل. انا مش هفكركم بالجزء وموجودة على قناتي. ده اللي قلته كان تعليقا على زيارة ايلون ماسك لاسرائيل، وده الفيديو اللي نشرته اللي اتنشر له او نشرته اسرائيل لرئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو بيجر وراه زي المعزة ايلون ماسك. يعني احنا متفاهمين انه يعني الراجل اتشالت من عنده الاعلانات وانه هيتضرب ضربة اقتصادية وياكل عيش، بس كان ممكن يعتذر ببوست، يعني تغريدة. انما ايلون بان عليه الصعبانيه قوي وشكله تاثر بالسرير بتاع الاطفال اللي متكسر، اللي كان تقريبا هو ما شافش اطفال غزه وهم اشلاء، ولا شاف دمهم اللي سايح ولا اطرافهم المتقطعه. عشان كده اتصدر هاشتاج اس على منصه اكس اسمه ايلون ماسك اذهب الى غزه، اهو هاشتاج اسمه كده. وادي الخبر هاشتاج إيلون ماسك اذهب إلى غزة، إيلون go to غزة، واسم ده هاشتاج بيتصدر منصة إكس. الحقيقة حماس وجهت له الدعوة عشان يزور غزة، أهو حماس توجه دعوة لإيلون ماسك بزيارة غزة لمشاهدة جرائم الاحتلال على لسان أسامة حمدان. النشطاء في الهاشتاج ده انتقدوا زيارة إيلون ماسك لإسرائيل ومصافحته للمتحكم في الإبادة الجماعية لأهل غزة اللي هيتحاكم، وخد مني الكلمتين دول، هيحاكم داخل إسرائيل نفسها. وده اللي كتبته ليزا في التغريدة دي زي ما ترجمناها لكم. قالت له إنهم بحاجة إلى مساعدة، كان لدينا رجل يملك هذه المنصة يصافح المتحكم في الإبادة الجماعية، دعه يغرق، إيلون جو تو غزة. دي طبعا مش عربية ولا مصرية. مشهد السرير اللي انت شفته في الحوش ده اللي مسك بيه خلى نشطاء كتير يقارنوا بينه وبين اللي بيحصل مع شعب كامل بيتم تهجيره، زي ما كتب الناشط اليميني لطفي نعمان، اليمني قصدي، او كتب لطفي بيقول سرير في الحوش يا للهول لا يغتفر، تهجيم الارض بسيطة فيها نظر. سرير في الحوش، بيقولوا له السرير، بيقولوا السرير اتحرق. النشطاء طالبوا ايلون ماسك لعدم تصديق نتنياهو، زي ما كتب صاحب الحساب ده التغريده دي بيقول فيها انه جنود الاحتلال يعتقلون الاطفال الفلسطينيين، لولا منصه اكس لما عرف العالم بهذه الصوره. عزيزي ايلون ماسك، نتنياهو كاذب لا تصدقه. وفي نشطاء بقى تبرعوا بانهم يهدوا لإيلون فيديوهات كتير عرضوها اجانب في الهاشتاج لاعتقال قوات الاحتلال لاطفال وشباب في فلسطين، وقالوا لإيلون ماسك ان الارهاب هو اللي بتمارسه اسرائيل مش الفلسطينيين. دي الفيديوهات اللي اهدوها الناس الاجانب لإيلون ماسك. على المستوى العربي في نشطاء عرب تفاعلوا مع الهاشتاج وطالبوا ماسك بزياره غزه لمشاهدة الدمار والأزمة الإنسانية اللي عملها الاحتلال في غزة، زي ما كتب حساب عبد الله العلي مذيع في قناة بي إن سبورت الرياضية، وكتب وقال عليك الذهاب، عليك أن تذهب إلى الجانب الآخر في غزة وتشاهد بنفسك حجم الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال. هناك أطفال وعائلات فلسطينية تعاني. إيلون ماسك جو تو غزة. نشطاء قالوا لإيلون ماسك اللي بيعمله نتنياهو ده تمثيلية وبروباجندا، وعملوا مشهد ماسك قدام السرير الخشب ده مع قرنوه مع مشاهد الدمار في غزة، حطوهم قدام بعض زي كده اهو، يعني حطوه في وش إيلون ماسك، وطبعا حطوا صورة إيلون ماسك وهو قاعد وبيتفرج كأنه في غزة. يعني الصورة الحقيقية اللي إيلون ما شافهاش أو مش هيشوفها غير لما يروح غزة، اللي بيحاول نتنياهو يخفيها زي ما بيصور الكاريكاتير ده ماسك ونتنياهو كأنه حاطين كده ستارة، ونتنياهو بيوري له صورة إزاز شباك مكسور
بينما ورا الستارة دي غزة وهي متكوكة دكا. تحية لأسامة حجاج، عبقري هايل هايل. عارف يا ماسك ان في آلاف اطفال ماتوا بصواريخ اسرائيل، ومنهم اطفال الاب ده ما لقاش غير العابهم، زي ما كتب صاحب الحساب ده بيقول له: لم يبقى لهذا الاب ما يتذكر اولاده الا اولاده به الا العابهم. وعرض له الصوره بتاعه الاب، ده صوره الاب مع اولاده، وده ما تبقى من ولاده الالعاب دي. الفلسطينيين عايشين عيشة كلها معاناة بسبب الإرهاب الإسرائيلي، وده اللي كتبه صاحب الحساب لإيلون ماسك في تغريدة ترجمناها كده، أو الترجمة كده بتاعتها. بتقول التغريدة: هكذا يعيش الفلسطينيون في غزة الآن بسبب الإرهابيين الإسرائيليين. إيلون ماسك للأسف لا يهتم، لأنه لم يذهب إلى غزة من قبل.